جزء من سحب القرعة اللي تم ظهر اليوم، لكن ايه اهم المواجهات او ايه ابرز المواجهات؟ اياكس امام اليوفنتوس، وليفربول امام اف سي بورتو، وتوتنهام امام مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد امام فريق برشلونة. قبل ما اتكلم مع حضراتكم شوية على موقف الفرق، طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان اياكس ويوفنتوس المواجهة المهمة بالنسبة لفريق اليوفنتوس، لكن الكلام هل هيتم ايقاف رونالدو قبل ما طبعا تتلعب المباراه بسبب الحركه الغير لائقه اللي اعتبرها نادي اتلتيكو مدريد وايضا الاتحاد الاوروبي هي خارج اطار السلوك الرياضي؟ هتقولوا لي طب ما سيميوني عملها وما توقفش. هقول لكم ان انا نفس الفكره بالظبط، ان الاثنين بالنسبه لي سواسيه، ده عملها من خارج الملعب، ده عملها من جوه الملعب، الاثنين كانوا يستحقوا على العقوبه، لكن الاتحاد الاوروبي لو وقف رونالدو هيكون ما فيش مبدا المساواه ما بين كل الاطراف. سيميوني عمل حركه ايضا غير لائقه بعد هدف اتلتيكو مدريد الثاني في الشباك اليوفنتوس، لكن الاتحاد الاوروبي ما لم يوقف ييجو سيميوني. ايضا رونالدو بعد ما احرز الهدف الثالث بعد المباراه عمل حركه غير لائقه، واتلتيكو مدريد بينوي مقاضاه وشكوى رونالدو ونادي اليوفنتوس بسبب الحركه الغير لائقه. لكن ايه اللي هنعرف او ايه اللي ممكن يحصل؟ ده هيبان في الايام القادمه بعد فتح باب التحقيق من قبل الاتحاد الاوروبي على الكلام اللي بيتهم فيه نادي اتلتيكو مدريد رونالدو وفريق اليوفنتوس. المباراه الثانيه هتكون ما بين ليفربول وبورتو، طبعا ليفربول وبورتو، والذكريات السيئه، الذكريات السيئه بالنسبه لفريق بورتو بيخسر اخر مباراه جمعت ما بين الفريقين 5-0 لصالح نادي ليفربول، صلاح احرز فيه هدف وفيرمينيو هدف، وايضا ساديو ماني احرز 5 اهداف، وبالتالي ده الموسم اللي صعد فريق ليفربول فيه لنهائي دوري الابطال امام فريق ريال مدريد. اما توتنهام ومانشستر سيتي، المواجهه الاقوى توتنهام ومانشستر سيتي، المفروض كان في القرعه كانت المباراه الاولى على ملعب مانشستر سيتي، واليونايتد ايضا كان هيلعب على ملعبه، لكن حصل ان طبعا القوانين الاتحاد الاوروبي بتقول ان لو في ناديين بيلعبوا في نفس البلد وقعت القرعه عليهم ان هم يلعبوا لقائهم في نفس اليوم في نفس المدينه، ده بيختلف مع القواعد الخاصه بدوري الابطال، وبالتالي تم عكس اللقاء الخاص بمانشستر يونايتد وبرشلونه. اللقاء الاول كان هيبقى موجود على ملعب الاولد ترافورد او على ملعب الكامب نو اسف، والمباراه الثانيه كانت هتكون موجوده في ملعب اولد ترافورد، لكن تم عكس المواجهات علشان توتنهام يلعب المباراه الاولى على ملعبه وامام مانشستر سيتي. ايضا مباراه اليونايتد الاخيره امام نادي برشلونه دي هتكون اخر المواجهات. طبعا الكسبان من اياكس ويوفنتوس هيلاقي الكسبان من توتنهام ومانشستر سيتي، كل بيتوقع صعود نادي اليوفنتوس وايضا صعود نادي مانشستر سيتي، وليفربول وبورتو هيلاعب الكسبان من اليونايتد و برشلونة. لكن لو نيجي نقول لحضراتكم بعض الأرقام والإحصائيات الخاصة بدوري الأبطال والفرق الإنجليزية، طبعا الفرق الإنجليزية أول مرة من 10 سنوات نلاقي 4 فرق إنجليزية موجودين في دوري الأبطال في دور الثمان. توتنهام ومانشستر سيتي هيلعبوا في شهر إبريل 3 مواجهات، أول مواجهة كل يوم 9 إبريل في دوري الأبطال، بعديها يوم 17 إبريل في دوري الأبطال أيضا، وأخيرا يوم 20 ابريل في الدوري الانجليزي، وبالتالي 3 مواجهات لتوتنهام ومانشستر سيتي في اقل من 10 ايام، طبعا هتكون كلها مواجهات قويه جدا. اليونايتد، وايه اخبار اليونايتد في شهر ابريل في مواجهات دوري الابطال؟ 10 ابريل اول مباراه لنادي مانشستر يونايتد امام فريق برشلونه، مباراه ثانيه يوم 13 ابريل امام فريق ويست هام، مباراة الثالثة يوم 16 إبريل أمام نادي برشلونة، 21 إبريل أمام نادي إيفرتون، و 24 إبريل أمام مانشستر سيتي، وأخيرا يوم 28 أمام نادي تشيلسي. وبالتالي اليونايتد في مهمة مستحيلة في شهر إبريل. يا ترى إيه اللي هيحصل؟ هل اليونايتد هيقدر إن هو على الأقل يعني يكمل الإنجاز اللي حققه بعد خسارته 2-0 أمام نادي باريس سان جيرمان على ملعب الأولد ترافورد، وقدر إنه يفوز ب3 أهداف مقابل هدف، ولا اليونايتد هيكتفي بدور الثمانية؟ بالمناسبة كمان عايز أقول لحضراتكم اليونايتد من بداية دوري الأبطال معاه في المجموعة اليوفنتوس، خرج لدور 16 بنادي باريس سان جيرمان، وبيصطدم في دور الثمانية بنادي اف سي برشلونة، أكيد مواجهات مهمة جدا. لكن عايز أقول لحضراتكم أيضا مانشستر سيتي هو كمان عنده 4 مواجهات مهمة جدا في شهر إبريل، 2 أمام فريق توتنهام
او ثلاثه امام فريق توتنهام عفوا، واخيرا امام مانشستر يونايتد، وبالتالي الانديه الانجليزيه في صراع قوي جدا في كل البطولات سواء في دوري الابطال او في الدوري الانجليزي. اخيرا مانشستر امام فريق برشلونه في اخر 8 مواجهات ما فازش بمباراه واحده او فاز بمباراه واحده فقط امام برشلونه، من 8 لقاءات 4 تعادلات و3 هزائم بالنسبه لفريق مانشستر يونايتد. فاحنا بنتكلم على حظ مانشستر السيء امام نادي برشلونه، لكن طبعا المواجهات هتكون قويه جدا، هتكون صعبه جدا اكيد. باقي الايام من شهر مارس اللي ما فيش منها اي مواجهات لواحده من اقوى البطولات العالميه، اقوى بطوله ممكن واحد يتفرج فيها على نجوم موجودين. وتخيلوا حضراتكم ان احنا لو شفنا النهائي ما بين ميسي ورونالدو، علشان تكون اول مره في تاريخ دوري الابطال الاثنين يلعبوا ضد بعض، او كمان نلاقي افضل اثنين لعيبه موجودين في العالم في اخر 10 سنوات موجودين في نهائي واحد فقط. هل رونالدو فعلا هيقدر انه يتوج مع اليوفنتوس من عام 96 اللي فشل من الوقت الحالي او من وقتها ان نادي يوفنتوس يتوج باللقب، ولا برشلونه هيكمل مع ميسي الهيمنه بالثلاثيه؟ بيكمل طبعا برشلونه على بطوله الدوري وهو المتصدر، وايضا في بطوله الكاس صعد الى النهائي، وايضا في دوري الابطال صعد لدور الثمانيه. خلصنا معاكم دوري الابطال وابرز الكلام والحديث عن دوري الابطال، لسه نكمل معاكم في بطوله أخرى وهي الدوري الأوروبي والقرعة الخاصة بالدوري الأوروبي. هنشوف جزء من القرعة واللي أيضا تم سحبها ظهر اليوم في نيون في سويسرا، ونرجع نقول لحضراتكم أبرز المواجهات.